السلام عليكم أيها الإخوة الحضور ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم نعيش أياما وساعات فاصلة بين مرحلتين. أقل ما يقال عن هذه المرحلة أنها مرحلة خطيرة وحساسة ومفصلية في الصراع بين أبناء الشعب البحراني وبين العائلة الخليفية المغتصبة الغازية وداعميها من قوى الاستكبار والهيمنة. إن استهداف سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم حفظه الله ورعاه من خلال الحملة الإعلامية الشرسة في وسائل إعلام النظام الخليفي وإسقاط جنسيته والمحاولة والسعي الحثيث من أجل إخراجه من وطنه ومن بين أهله وشعبه هو مساس بالخطوط الحمراء التي لن يقبل بها أي بحراني غيور، وسيتصدى لها جميع أبناء الشعب البحراني بجميع فئاته وتوجهاته سنته وشيعته بجميع سقوفه السياسية. فإننا لن نقبل المساس بآية الله سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم، والمساس به سوف يكون شهادة وفاة الخيار السلمي في البحرين، وسوف تنفجر الأوضاع في البحرين، وسوف تحترق كل الخطوط الحمراء التي وضعناها من أجل حفظ السلم الأهلي ومن أجل أن لا تنفلت الأمور إلى حد لا يكون هناك فيه خط رجعة. فإن تم الاعتداء على سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم فلا يوجد لدينا ما نخسره بعد ذلك، لأن سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم اليوم لا يمثل شخصه، وإنما يمثل هوية وطن وهوية شعب. فإذا مس الشيخ مست كل الخطوط الحمراء. لذلك يتوجب علينا جميعا اليوم أن نقف موقفا واحدا شجاعا صلبا متحديا لهذه التهديدات. وهذه دعوة لكل أبناء الشعب البحراني الأصيل أن يقف في جنب بعضه البعض صفا قويا متراصا. وهذه الوقفة التي نقفها اليوم هي عنوان تلك الوقفة التي سيقفها أبناء الشعب البحراني غدا في الميادين وفي الساحات وفي القرى، بأننا قد تخلينا عن كل خلافاتنا واختلافاتنا وسنتصدى بكل قوة وشجاعة وجرأة لهذه الهجمة الشرسة المجنونة التي يقدم عليها نظام الخليفي وداعميه الأمريكان والبريطانيين. هذه دعوة للحضور الفاعل وفيها رسالتين. الرسالة الأولى لأبناء الشعب البحراني بأننا إذا وقفنا جميعا وتصدينا جميعا وتناسينا خلافاتنا فإن العدو سوف يهابنا، وأننا إذا تخلينا عن مسؤولياتنا فإن العدو سوف يذلنا وسوف يهيننا ويمعن في إذلالنا اليوم وغدا. فإذا سقط سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم فإن كل القلاع سوف تسقط. أما رسالتنا غدا من خلال حضورنا الجماهيري الواسع
في كل الساحات والميادين إلى النظام الخليفي بأننا لن نسلم الشيخ ولن نتخلى عن علمائنا ورموزنا وقياداتنا، وأننا مستعدون قولا وفعلا أن نفدي سماحة الشيخ بدمائنا وأرواحنا، وأنك إذا تجرأت فإن غدا هو سيكون ردنا، وبعد المساس بشيخ عيسى أحمد قاسم سيختلف ردنا وستختلف إجابتنا، وإليك أن تجرب ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.